مساء الخير. ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي تبتلع فيها مياه المتوسط مئات الأحلام والأمنيات التي يقامر أصحابها بحياتهم ويرهنونها بالوصول الآمن للشواطئ في أرض الأحلام المنشودة والحقوق المحفوظة بافتراضهم. حوالي 750 مهاجرا من بينهم 40 طفلا ركبوا أمواج الموت تسبقهم آمالهم ببعث جديد على الشواطئ المقابلة. هم الآن بين غريق ومفقود وناج ما زال تحت وقع الصدمة. الروايات لأسباب مأساتهم تعددت بين العطل الفني لمحركة قواربهم وبين تقاعس خفر السواحل في إنقاذهم. ولو أنه تعدد لا يخفف من حجم الكارثة ولا يكفكف دموع أعين بكت برفقة قلوب مفطورة حسرة لمن ينتظرون عودة أحبتهم إلى اليابسة، حتى ولو كانت العودة كرقم على كيس بلاستيكي. هل مات ضمير العالم حتى أصبح الغرق المتكرر في أعماق البحار السحيقة للمئات من اليائسين ليس سبباً كافياً لبدء حلول جذرية لهذه المصيبة المستمرة؟ ما الذي قامت به الدول حتى الآن لمكافحة الجريمة المنظمة التي تتكسب عصاباتها من هؤلاء دون أن تؤمن لهم ما يحفظ أرواحهم في عرض البحر؟ هل الفقر سبب كاف للمقامرة بالحياة بين الأمواج المتلاطمة؟ ما بين حق الدول في حماية حدودها وحق هؤلاء في الحياة مأساة جديدة تفتح جرحا لا يندمل عنوانه قوارب الموت المشؤومة. أهلا بكم. لنقاش هذا الموضوع أرحب بضيفي من لندن السيد أحمد السعدون الخبير في شؤون الهجرة واللجوء، ومن باريس السيد نزار الجريدي رئيس تحرير موقع صوت الضفتين والمختص في شؤون المهاجرين. أهلا وسهلا بكم ضيفي إلى حوار بلس. وقبل أن نبدأ نقاشنا دعونا نتوقف مع الأرقام الأخيرة والتي أعلنت عنها وكالة الحدود الأوروبية فرونتكس عن عمليات العبور غير الشرعي خلال الأشهر الخمس الأولى من هذا العام. أجدد الترحاب بكما ضيفي إلى نقاشنا من هذا الأسبوع في حوار بلس. أبدأ معك سيد الجريدي بسؤال: البحث عن واقع معيشي أفضل وأكثر عدالة هو دافع الكثيرين لركوب أمواج الموت، ما هو الفرق بين المهاجر الشرعي بداية والمهاجر غير الشرعي؟ هل نتحدث عن الأوراق المطلوبة أم نتحدث عن طريقة دخول هذه الدول؟ أهلا وسهلا. في واقع الأمر لا يلجأ أحد إلى ركوب أمواج البحر لولا الخصاصة والفقر، لولا حكومات مستشرية في الفساد ولم تستطع أن تحقق المأمول لشعوبها، لولا شعوب لم تقهر من عصا الاستعمار ولم تقهر من حكوماتها الفاسدة، لولا أنظمة لم تستطع أن تحقق إلا القليل. لذلك يركب هؤلاء البحر وأصبح ليس كما ظننا كثيرا بأن المتوسط جميل وملهم وشاعري، بل أصبح رائحته كريهة نتنة، رائحة موت. ضف إلى ذلك علياء وكبرياء أوروبية أمام مشهد لا إنساني في اليونان عندما يرفض خفر السواحل إنقاذ أناس في عرض البحر. هذا ضد القانون الدولي وضد القانون الإنساني وضد القانون الديانات جمعاء وضد البشرية. لذلك بين فقر وحكومات فاشية وحكومات فاشلة
وأوروبا الكبرياء والاستعلاء. يعني أنت تمر على كل محاور نقاشنا اليوم بسرعة، سنقف عندها تفصيلا كل ما ذكرت بالتأكيد ما يتعلق بعمليات الإنقاذ والتساهل فيها وأسباب حتى لجوء البعض إلى هذا الخيار الصعب، ولكن هنالك خلط عندما نقول مهاجر غير شرعي، من المقصود بهذا التوصيف بداية سيد الجليدي؟ يعني هذا التوصيف هو توصيف أدبي أولا وسياسي، لأنه لا يمكن إضفاء صفة اللاشرعية عن مهاجر. كل القوانين الدولية تضمن حق السفر، وإلا لماذا هذه القوانين الدولية وماذا هذا التبجح بالأمم المتحدة؟ هذا أولا. ثانيا، هذا التصنيف هو تصنيف اقتصادي. عندما نتكلم عن مهاجر شرعي بما معناه مثل ما تطلب ألمانيا، إحدى الكتل اليوم في هذا الصراع الأوروبي، لأن هناك ثلاث كتل متنافسة في أوروبا وسنرى ذلك قريبا في المجلس الأوروبي. ألمانيا ذهبت اليوم إلى تونس وزير داخليتها وكانت تريد هجرة انتقائية. لماذا هجرة انتقائية؟ لبعض الكفاءات التي تنقص سوق الشغل. بما معناه هذا التصنيف هو تصنيف سياسي اقتصادي للمصلحة وليس للندية في التعامل. لذلك الرد كان قاسي جدا اليوم من دول جنوب المتوسط عندما قالها صراحة الرئيس عيد: نحن حراس على حدودنا. تصنيفات الاتحاد الأوروبي للهجرة حتى هنا عندما تكلم نظامي وغير نظامي، ما معنى نظامي وغير نظامي؟ والحال أن هناك عملية تحيل كبرى في إعطاء التأشيرات. هناك أكبر عملية أن الناس تدفع أموال من أجل التأشيرة ولا تسترجع حتى عند الرفض. بالضبط، هناك يعني منصات تحيل دولية الآن منصوبة في دول شرق. نعم، يعني الموضوع هو انتقائي، الموضوع انتقامي استعماري. إلى حد اللحظة لم تفهم أوروبا كيف تتعامل. والحال والحال أن أوروبا تحتاج اليوم إلى 600 ألف عامل فقط، فرنسا كدولة. لذلك ولكن بالمقابل يعني قبل الحديث عن المعالجات والحلول فقط لإدارة الوقت بعدالة في هذا النقاش، دعني أنقل ما يتعلق بالكلفة لضيفي سيد السعدون وأجدد الترحاب بك. ما هي أسباب اللجوء للطرق غير النظامية لدخول أوروبا، أرض أحلام الكثيرين المنشودة؟ الكلفة ليست رخيصة، بعضها يصل حتى إلى ما يقارب 10,000 يورو. كل الشكر والامتنان زميلة تسابيح. أهلا بك. شكر موصول لكادر قناة سكاي نيوز العربية، وكذلك شكر للزميل الضيف. طبعا انت قراتي ملاحظه مهمه، انت قراتي التقرير بمشاعر صادقه للامانه. طبعا اللي حصل انه اسباب، هناك سببين رئيسيين، هو سبب سياسي وامني وكذلك سبب اقتصادي الذي يضع اللاجئ والمهاجر العراقي السوري مثالا، والافغاني الجزائري التونسي السوداني المغربي لهذا الخيار الصعب. في نفس الوقت مافيا التهريب لعبت دور غير إنساني، لأنه هم يعني هذا المال يسيل له اللعاب. هناك كذلك فساد مالي وإداري، على سبيل المثال ما يحصل في ليبيا، ما يحصل في تونس، كذلك ما يحصل سابقا في 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 تركيا. اللي حصل الآن هذه الأسباب هي تدعو كثير من الناس لمغادرة بلدانهم والوصول إلى الجنة الموعودة إلى أوروبا وبريطانيا تحديدا. للأسف لعبت فرنسا وإيطاليا واليونان التي حصلت بها الكارثة الإنسانية وتتحمل مسؤوليتها ثلاث دول، هي مصر وليبيا كحكومات والحكومة اليونانية، أنه ظروف استثنائية قاهرة تدفعهم للمخاطرة بحياتهم. اللي حصل أنه قناتكم الكريمة يعني غطت هذا الأمر، وأنا كنت ضيف في حلقة سابقة، أنه الاجتماع اللي حصل في لوكسمبورغ هو كان حصل قرارات استثنائية من ضمنها إيطاليا اللي كانت عامل رئيسي ومحبط لطالبي اللجوء، وكانت ترانزيت مرور وباتجاه فرنسا ثم بريطانيا. اليونان كذلك دخلت على الخط لمساعدة وتوزيع عادل لحصص اللاجئين. السؤال اللي هو جدا مهم، ما من تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية هي بريطانيا وأمريكا. على سبيل المثال أنا تحدثت بشجاعة، بريطانيا أطاحت وأمريكا ودول أخرى أطاحت بنظام صدام حسين، وأتت بوجوه صفراء، دمرت العراق بطريقة حزينة.
يعني فساد مالي وإداري، ناس حتى ما يعرفون يقرون، ناس شهادات مزورة، دمروا العراق من 2003. يعني أنت تشير إلى الأسباب السياسية والأوضاع غير المستقرة في بعض البلدان، ولكن الطريقة، أنا أقصد الطريقة، أن تدفع ما يقارب 10,000 يورو لكي تكون ضمن 700 في قارب لا يسع إلا 50 فقط أملا في الوصول إلى الشاطئ المقابل. زميلة أسابيع انطلق المركب فارغ من حسب الرواية اللي مكررة من السواحل المصرية باتجاه السواحل الليبية. السؤال اللي يطرح نفسه، هناك يعني السواحل البحرية متعارف عليها، هناك طائرات من غير حدود، هناك نوافذ ليلية، هناك ما يسمى بالإنذار المبكر. كيف 7 مخربطين بالعراقي يحطمون مشاعر 750 عائلة؟ هناك ما في تهريب، من ساعدهم، من خولهم؟ أنا أتذكر يعني حتى لقناتكم الكريمة، عندي أصدقاء بالبحرية العراقية في 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 باخرة عملاقة اسمها ابن خلدون، تابعة للأكاديمية البحرية. هاي للمشاهد الكريم، أنا كنت أستمتع بحواراتهم عندما ينقلون لي سفراتهم النظامية إلى البرازيل وإلى المغرب وإلى أسطنبول وإلى تونس. هاي تفاصيل جدا مهمة، وإلى مدينة مدلزبرة الساحلية الإنجليزية. هذه البواخر كيف انطلقت من غير تخويل؟ هل هم بحارة؟ هل هم مخولين؟ الناس تدفعهم الظروف للقيام بالتصرفات الغير قانونية. يعني سنناقش سيد السعدون لاحقا ما يتعلق بالإجراءات التي تكافح الجريمة المنظمة على شواطئ المتوسط، والتي تتكسب عصاباتها حتى من هؤلاء دون توفير أقل درجات الأمان والحماية لهم. ولكن قبلا سيد نزار، ما هي الآثار التي تترتب على عبور هؤلاء بشكل غير نظامي غير قانوني حال نجاحهم حتى في العبور والدخول إلى هذه الدول؟ هو معلوم بأن اليوم هناك موجات كبيرة من الهجرة، خاصة في الدول الأولى التي تستقبل، وهي اليونان وإيطاليا ومالطا وقبرص وإسبانيا. هذه الدول اليوم تعاني ما يسموها بكتلة العبء الثقيل، لأن هذه هي كتلة الدول العبء الثقيل. هناك آثار بأن هناك يعني مشاكل كبيرة من العنصرية، وهناك مشاكل كبيرة جدا في ملفات اللجوء، وهناك فقر معرفي لهذه الدول في دراسة هذه الظاهرة، لأن كل المعالجة الأمنية وإلى حد اللحظة لم تعالج المعالجة الحقيقية، وهي معالجة من دول المصدر. واليوم أوروبا بشكل أو بآخر تدفع ثمن ما زرعت في هذه الدول. لولا طائرات الناتو التي قصفت ليبيا ودمرت سوريا لما كانت ليبيا اليوم، ليبيا لا دولة طبعا، ليبيا ليست دولة، دول ليبيا لا دولة لما كانت مصدر لكل هذا الألم. وفي كتلة أوروبية أخرى، بولونيا وغيرها من الدول التي ليست لها حدود، تعصف وتقصف بصوت عالي داخل المعبد الأوروبي وتقول لا نريد هجرة. ودول أخرى التي تصلها مراحل وجوقات هجرة وجحافل هجرة ثانية مثل فرنسا وألمانيا تهرول اليوم لصياغة اتفاقات مع بعض الدول. لماذا نتحدث عن هذه لماذا الآن في أوروبا؟ سأعطيك رقم. لماذا هذا الرفض لهؤلاء رغم أن هنالك نماذج ناجحة لمهاجرين أصبحوا مواطنين منتجين في بلدانهم الجديدة؟ لماذا هذا الرفض الرسمي والشعبي أيضا؟ سأعود إليك لهذه النقطة، ولكن اسمح لي فقط بفاصل سيد الجيدي، وأعود لاستكمال هذا الحوار معك في هذه النقطة بعد قليل. إذن مشاهدينا، قبل متابعة النقاش دعونا نتوقف مع تقرير لوكالة الحدود الأوروبية فرونتكس نشرته هذا العام، كشفت فيه عن زيادة في معدلات الهجرة غير الشرعية إلى دول الاتحاد الأوروبي. أفادت أن الأعداد بلغت أعلى مستوى منذ عام 2016 بزيادة بلغت نحو 64% مقارنة بما كانت عليه عام 2021. رصدت الوكالة أكثر من 100,000 عملية دخول غير شرعي عبر وسط البحر المتوسط، بينما شهد شرق البحر المتوسط ارتفاعا بنسبة
108% عن عام 2021. أما غرب المتوسط فقد شهد انخفاضا بنسبة 21% مع رصد حوالي 14,000 عملية عبور غير شرعي. من بين الطرق المعتمدة من قبل المهاجرين جاءت دول البلقان في المركز الأول بزيادة قدرها 136% عن عام 2021. تعد هذه النسبة هي الأعلى منذ 2015. وكان للدول على الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي حصتها من العبور غير الشرعي، لكنها شهدت انخفاضا بنسبة 25% عن عام 2021. تظل بريطانيا ملاذا للعديد من الجنسيات، فقد شهدت المعابر المختلفة التي تؤدي إلى المملكة المتحدة عبور حوالي 71,000 حالة عبور بنسبة 37%. من الطرق الأخرى أيضا التي يسلكها المهاجرون نجد غرب إفريقيا الذي شهد تراجعا بنسبة 30%. هذا وأشار التقرير إلى أن النساء شكلت نسبة 10% من العابرين وطالبي اللجوء، فيما سجل الأطفال القصر نحو 9%. رصد التقرير أيضا الجنسيات المختلفة المتجهة إلى أوروبا، أتت الغالبية العظمى من سوريا وأفغانستان وتونس. أيضا أعود إليك ضيفي سيد نزار، كنا نتحدث قبل قليل على ضوء هذه الأرقام حتى عن لماذا الرفض الرسمي والشعبي، وبدأت حتى في شرح الفكرة، خاصة وأن بعض النماذج لهذه الأرقام الكبيرة جدا تحول أصحابها لمواطنين منتجين في بلدانهم الجديدة. نعم، لأن هناك ثقافة الفكر الاستعماري، وهناك ثقافة الاستنزاف، وثقافة تأجيج الدواقل في بلداننا، وثقافة الابتزاز الذي يمارسه الغرب والذي فشل فيها فشل ذريع. على ذكر ما كنت تذكرين من أرقام، وهي أرقام مهمة جدا، سأزيدك من الشعر بيت: في مدينة واحدة تونسية خلال شهران 60 يوم هاجر 20,000 مواطن شاب عن طريق خط البلقان. 20,000 مواطن شاب من مدينة واحدة، مدينة تطاوين في الجنوب التونسي، الجنوب الشرقي التونسي، 20,000 شاب، نسبة 8% من السكان. لماذا كل هذا النفور وكل هذا الذهاب؟ لأن المؤسسات النفطية الفرنسية المتركزة في هذه المدينة لا تشغل أبناء الجهة، مما أدخل تونس في حراك اجتماعي ذات يوم لم يكن مغامرة جيدة، بل كانت مغامرة بعديد المخاطر في مناطق حدودية. الثقافة الاستعمارية الأوروبية وثقافة الابتزاز وثقافة تأجيج الدواخل هي نفسها التي لم تستطع إلى اليوم تكييف ما يسمى بالهجرة النوعية، وهجرة الكفاءات وقوة المقترح، وهجرة التي قادرة على التغيير. مخاوف دارمانان اليوم وزير الداخلية الذي يعد قانون الهجرة سيقدمه للبرلمان الفرنسي، وذهب اليوم متسولا إلى تونس حتى يجد مخارج أمام الجحافل القادمة، نظرا لما قامت به حكومات فرنسية قبلها في دعم الإخوان المسلمين الذين أسقطوا تونس براثين عنف وأسقطوا الشباب التونسي، أنهم ذهبوا إلى سوريا، وأنهم بعض من الشباب أن ولكن وضع السياسات التنموية سيد نزار، هل هو مسؤولية الدول الأوروبية أم مسؤولية وطنية لحكومات هذه الدول؟ سأعود إليك لإيضاح هذه النقطة، ولكن قبل أن سيد السعد قلت لك منذ البداية أن لنا حكومات فاسدة، وضحت هذه النقطة. برأيك سيد سعدون، هل ما يتبع حتى الآن من طرق للحد من الهجرة غير الشرعية تراعي دوافع هذه الفئة التي أشار إليها قبل قليل السيد نزار؟ قبل قليل نوهت على تقارير، يعني أرقام. مهمة، وذكرت بريطانيا. طبعا حتى أكون دقيق بالتعبير، بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي تعتبر أنه هي ليست تشاريتي، أي ليست منظمات خيرية، أنه اللي يبحث عن من أجل وضع اقتصادي كما ذكر الزميل الضيف، أنه هم يرفضون إعطاء الحماية للشخص التونسي أو للشخص الجزائري بصراحة، لأسباب اقتصادية بحتة، كذلك للإخوان المصريين، أو هم يأخذون بنظر الاعتبار السوداني في الظرف الحالي. العراق قبل قليل قناتكم سكاي نيوز بالويب سايت نشرت
أنه هناك مخرج عراقي إعلامي اسمه لؤي فاضل تم انتشاله في جثة هامدة في نهر دجلة. الإعلاميين العراقيين يضطرون لمغادرة بلدانهم عندما يجدون أن حياتهم بخطر بسبب الميليشيات السائبة، هذا التسمية اللي سميت. هناك كثير من الإعلاميين العراقيين وصلوا إلى بريطانيا وأخذت بنظر الاعتبار ملفاتهم حمدي الفتلاوي مثالا. أنا القصد حديثي أنه هذه بريطانيا هناك ضباط أكفاء حتى عملوا بال2004 2010 لحد 2011 في العراق، يعرفون منه الشخص اللي يستحق، هل هو الأستاذ الجامعي، الضابط، المدرب، الرجل الدولة الموظف، الإعلامي. فلذلك هم عندهم خبراء وعندهم نظرة من خلال التحقيق أنه من يستحق الحماية سوف يعطى الحماية. الضغط الكبير زميلة تسابيح على بريطانيا، فرنسا كانت عائق كبير عندما رفعت الراية البيضاء، فرنسا وبلجيكا والسويد والدنمارك بطريقة غير إنسانية بعدم مساعدة طالبي اللجوء حتى من ضمنهم الملف السوري. فلذلك هذه الدول تعتبر أنه من 2015 لحد هذه اللحظة أنه تعتبر هذه الموجات الكبيرة هي عبء اقتصادي وأمني عليها. تحصل كذلك ردات فعل من اليمين المتطرف اللي قامت كذلك إيطاليا. رئيسة الوزراء الإيطالية بزيارتها إلى تونس الخاطفة مرتين هي دلالة بعد اجتماعات طويلة أنه وجدت لا يوجد حل إلا بمساعدة الحكومة التونسية والجزائرية باستيعاب اللاجئين وإعطاء مقابلها استثمارات داخل الدولة. فلذلك أنه هذا الموضوع شائك ومعقد، لأنه أنت تحدثتي في الصميم. هل نعم سيد سعدون، السبب لازم دولهم. بالفعل العراق عندما يحكم بأيادي نظيفة وبعقلية استراتيجية حقيقية لخدمة البلد، يعني وضح تماما ما تذهب إليه بحديثك. سنعود لما تبقى من نقاش، ولكن قبل أن ضيفي دعونا نتوقف مع نتائج استطلاع الرأي الذي أجريناه على منصات سكاي نيوز عربية رقمية. سألنا فيه متابعينا: هل تنجح الجهود الدولية في ضبط عمليات العبور غير الشرعي للمهاجرين؟ 80% أجابوا بلا، مقابل 20% قالوا نعم قد تنجح هذه الجهود. سيد نزار، إلى أي درجة تعتقد أن صعود الأفكار الراديكالية اليمينية في القارة الأوروبية سيعقد من مأساة المهاجرين أكثر، وربما حتى تتجه الإجراءات إلى قسوة وصرامة تبتعد عن مواثيق الأمم المتحدة التي تكفل حق اللجوء؟ واقعيا بالممارسة وبالعمل في هذا الميدان لفترة طويلة، كل شعارات وخطابات اليمين المتطرف هي مجرد استهلاك سياسي لا أكثر. والدليل على ذلك ميلوني الإيطالية التي لها خطاب راديكالي يميني متطرف جدا، أول من هرولت إلى تونس وهي من قبل الطرح التونسي الذي رفض التلاعب بالسيادة الوطنية ورفض التدخل في الشؤون الداخلية، وكذلك طلب بشكل ندي بأن يكون على قدم المساواة التعامل، وهي الآن تدفع الغالي والرخيص وتدفع من كل أموال إيطاليا معها، رغم أن الموقف التونسي رفض بأن يكون حارس على حدود الآخرين. وقال قيس سعيد منذ ساعة ونصف من الآن، قال نحن حراس حدود لدولنا ولست للآخرين. هذه الخطابات القوية هي للاستهلاك فقط. ربما سيستغل اليمين المتطرف الفرنسي هذه النقطة، خاصة في مقارعة درمانا الرجل المرشح وزير الداخلية المرشح بأن يكون أحد المترشحين للرئاسة في المرحلة المقبلة الفرنسية. ربما تستعمل كوسائل دائما استعملت، ولكن أقول لك بحكم الخبرة والعمل في هذا الميدان، نعم سيد زار، أكثر من ربع قرن هنا الاستهلاك الراديكالي لا يمكن أن يمشي أن ينجح في مسألة الهجرة. لماذا؟ باختصار لو سمحت، يعني ضيق الوقت سيد نزار. أولا ثم نعامل طلب فقط هي في نقطة. المهاجرون في أوروبا هم قوة مقترح، وعلى أوروبا أن تغير الثقافة الأمنية وتذهب إلى ثقافة التشاركية. سيد سعدون، أخيرا برأيك من أين يجب أن تقريبا نعم ملخص كاف برأيك سيد السعدون، من أين يجب أن يبدأ الحل، وما هي الحلول للحد من هذه الظاهرة على المدى المتوسط والطويل، أيضا بما يشمل السياسات التنموية والأمنية بل والوطنية حتى داخل الدول الطاردة؟ سؤال في غاية الأهمية. أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا تحديدا تلعب دور كبير وقانوني وإنساني وضاغط على دول
حتى أكون دقيق بالتعبير، مصر، ليبيا، العراق، سوريا، السودان، في حالة أعطاء استثمارات لتلك الدول، الجزائر، تونس، المغرب العربي، لن يغادر مواطن تلك البلدان من أجل البحث عن لقمة العيش. أنا عندي ثقة كبيرة أنه لابد أنه القرارات الأخيرة التي اتخذتها قمت الاجتماعات وزارة الداخلية في لوكسمبورغ أن تجد صداها، لأن العبء الكبير والموج القادم الصيف القادم ساخن سوف يكون ضغط كبير على أوروبا، ولابد من إنهاء تلك المأساة وأخذ الدرس من ما حصل من مأساة كبيرة في اليونان. شكرا جزيلا لك ضيفي، كنت معنا السيد السعدون من بريطانيا، وأنت الخبير في ملف الهجرة واللجوء، ومن باريس السيد نزار الجيدي رئيس تحرير موقع صوت الضفتين والمختص أيضا في شؤون المهاجرين. شكرا لك على كل الإيضاحات الكافية التي تفضلت وتفضل بها سيد السعدون. شكرا لكم مشاهدين على مداخلاتكم وتفاعلكم وتعليقاتكم. دائما يمكنكم متابعة حلقات برنامج حوار بلس على موقعنا الإلكتروني عبر رمز الكيو آر الظاهر على الشاشة. أراكم الأسبوع القادم، إلى اللقاء.